الدنيا ومش عايز اقول لك يعني، لكن والله الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نقنعه ان في ناس هتصوم وناس هتبقى يعني هتجرب. والله قدرت في الماتش انها تكمل، هتكمل، ما قدرتش هتشرب ميه، وانت عارف الجو بيبقى محتاجه سوائل. لكن الحمد لله ربنا اراد ان احنا نكمل وكسبنا ماتش هناك، يعني تعادلنا 1-1 هناك وكسبنا هنا طبعا خالد بيبو طبعا الاجوان الشهيره، وخدنا بطوله دوري ابطال. دي الطقوس الكرويه، دي كرويه، الطقوس بقى الحياتيه يعني. بصي انا في رمضان عاده يعني بصحى من بدري، تعودت خلاص، هو بقى صحى من بدري، كنت الاول بصحى متاخر. طبيعه الحال دلوقتي الواحد بقى بيصحى بدري، النوم كل ما بتكبر في السن النوم بيقل، فما بقتش انام كتير، فبقيت اصحى بدري. فالسنه اللي فاتت مثلا على سبيل المثال يعني، واللي قبليها كنت بنزل النادي، اروح اتمشى في التراك، العب بدل، العب راكت مع اصحابي، انزل مويه، العب بلياردو، يعني الحاجات دي بالنسبه لي في الصبح، او لو انا ما نزلتش قاعد في البيت الطقوس بقى رمضان، لان انا لازم اقرا قران عشان اخلص ال 30 جزء طبعا في رمضان، وده بتبقى حاجه مفضله انك، لان بعد الفطار الدنيا بتبقى زحمه جدا والوقت قصير بعد الفطار، انت عندك من قبل الفطار الوقت طويل شويه، يعني تقرفي تصحي براحتك، تصلي براحتك في الجامع، تنزلي تطلعي تقري قران، تنزلي تطلعي تقري قران، قاعده ما وراكيش حاجه، ما فيش حاجه بتعمليها، مش فيش حاجه انت شغلاكي. بعد الفطار كل واحد بيروح لشغله، كل واحد عندك بقى استوديو تحليلي، عندك تمرين، خارجه مع اصحابك، خارجه مع بيتك، مع عيالك، مع مراتك، فكل دي اجواء رمضانيه، بتروحي لاهلك، بتروحي عزومات، يعني الدنيا بتبقى. انا ما سمعتش دخول المطبخ لحد دلوقتي. المطبخ يعني ما بدخلوش كتير، يعني بساعد مراتي طبعا في اوقات كتير، ان انا وهي بنعمل مع بعض الحاجه ساعات. شكلك بتاكل على الجاهز يعني. لا والله مش كل وقت، لان انا بحب اساعد، يعني بحب اعمل حاجات معينه طالما في رمضان وبنساعد بعض، فبحب اشتغل في حاجات معينه اللي هي اقدر اعملها، مش اكيد مش هعمل حاجات ما بعملهاش، وان كان انا بعرف اطبخ الحمد لله يعني كمان. والله يعني اتعودت دوت يعني. بتعرف تطبخ؟ طب قول لي بقى الاكلات اللي يعني اللي بتعرف تطبخها كويس. اللحمه بالبصل بعرف اعملها كويس قوي، المكرونه سباكيتي او اي مكرونه اي باستا يعني، الرز، الشعريه، الفراخ بقى لازم اتصل بالتليفون، يا مراتي تبقى على التليفون معايا، يا مامتي تبقى معايا على التليفون. سلطه طبعا، بطاطس محمره، بطاطس بوريه، الحاجات دي اكتر من كده. بس مفيش رجاله كتير بتحب المطبخ يعني، مفيش رجاله كتير بتخش المطبخ يعني، في ناس بتحس ان هو لا ده مش يعني ده بتاع الستات اكتر، او في ناس او في رجاله طول الوقت بتشوف ان هي مش فاضيه للكلام ده، خصوصا لو لعيب كوره وطول الوقت عنده معسكرات وعنده شغله صح. يعني حبيت امتى الطبخ ودخلت امتى المطبخ وعرفت كل ده ازاي؟ من يعني انا ومراتي، يعني لما هي جت في الاول بنتعلم مع بعض، يعني بدانا ندخل مع بعض نعمل حاجه جديده فبنتعلم فنجرب زي ما تطلع بقى، طلعت حلوه طلعت وحشه، المهم ان احنا ايه ما نكسبش بعض، فبنجرب لغايه لما في الاخر بتتعودي على الحاجه اللي انت نفسك فيها تطلع بالشكل كويس، لان انا كمان اكيل. انا مشكلتي ان انا بحب الاكل قوي، وغير ان انا بحب الاكل ما كل واحد يقول لك انا بحب الاكل، لا انا لو انا ذواق جدا يعني، لو الاكل بالنسبه لي ما استطعمتوش كويس مش هاكل خلاص، قفلت ومش هاكل خلاص، خلص الكلام يعني. فدي بالنسبه لي ممكن تضايقني، لان انا بحب اكل حاجه كويسه كده، لما باجي اخرج في مكان بقعد اقول الاول لو مش هاكل اكل كويس. فكره انا كمان كده لو زي